السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك يا كيف؟ حمدي، تفضل. الحمد لله والشكر لله. يا رب لك الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أنزلنا على المقتسمين. عن أي شأن تستخبر؟ تفسيرها. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، هم أهل مكة تقاسموا فيما بينهم، قيل تقاسموا فيما بينهم على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عدم الإيمان به، على عداوته وعلى عدم الإيمان به. والذين جعلوا القرآن عضين فرقوه وتكلموا فيه بأقوال متعددة، واحد فريق منهم قال سحر يؤثر، وفريق قال شاعر نتربص به ريب المنون، وفريق قال أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فتعددت أقوالهم. فهذا قول في تفسير العظيم، جعل القرآن عظيم، كل واحد قال فيه قولا باطلا، وآخرون قالوا آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ثم هم يشركون بالله، والله أعلم.